ولادنا دايما مشرفينا في كل المحافل. من يومين كان في احتفال كبير قوي باول فيلم مصري بيفوز ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، فيلم رفعت عيني للسماء. وطبعا الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه قررت على طريقتها الاحتفاء بالفيلم، وده من خلال اشاده استاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركه المتحده بالمخرجين ندى رياض وايمن الامين بعد ما استقبلهم في الشركه المتحده واعلن عن التعاون معهم. كشف أستاذ عمرو الفقي كمان عن تعاون القطاع الوثائقي مع المخرجين من خلال أعمالهم في الفترة المقبلة إن شاء الله لإنتاج أفلام وسلاسل وثائقية، وقال إن شاء الله هيكون في تعاون قريب بين الشركة المتحدة ممثلة في القطاع الوثائقي برئاسة المبدع أستاذ شريف سعيد وبين مخرجينا اللي فازوا على جائزة الفيلم، فيلم رفعت عيني على السما بطولة فريق مسرح بانوراما برشا بالصعيد. أهل الصعيد وولادنا اللي مشرفيننا دايما ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق. مبروك لينا ومبروك لشبابنا اللي مشرفيننا على الريد كاربت، ومبروك لمصر. مبروك لمصر ولادها والمواهب الكتيرة اللي موجودة في مصر، في كل حتة فيك يا مصر، في بحري تلاقي، في الصعيد تلاقي، قاهرة اسكندرية، في كل مكان في مصر في موهبة، في كل مكان في مصر في جينات مصرية مش هنلاقي زيها في الدنيا. وطبعا شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عامل زي الجواهرجي الشاطر كده اللي بيدور على الكنوز وعلى الجواهر الحقيقية وبتكتشفها، وعلى طول بنمضي معاهم عشان نضمهم لكوكبة من ألمع النجوم اللي موجودين كل واحد في مجاله على كل المستويات. شكرا للشركة المتحدة وشكرا لولادنا وشبابنا اللي مشرفينا ورافعين راسنا بره مصر. عايز أقول حاجة إيمان، هي دي زي ما قلتي الرعاية، رعاية المواهب دي مهمة جدا جدا، وهي الشركة طول الوقت بتقدمهم في أعمال من قبل حتى وهم لسه وجوه جديدة بتكتشفهم. المطربين اللي بتقدمهم في الحفلات والاحتفالات اللي في الصيف بترعاهم طول الوقت. في نجوم النهاردة على شاشة الدراما في رمضان كانوا يدوب دخلوا الدوم أو دخلوا امتحان بسيط، بترعاهم طول الوقت. فالرعاية مهمة جدا للمواهب دي، ودي خطوة كبيرة جدا من الشركة المتحدة من حقيقة طبعا.